الله وبركاته، اهلا بيكم نادي كل الستات. معاكم مروه حماد، والنهارده ان شاء الله هنعمل طبق خفيف من المقبلات، مقبلات الفلفل الحار بالجبنه. حشوه بسيطه جدا ومش هتاخد منك 3 4 دقائق في المطبخ، وهيكون شكلها بالجمال ده وطعمها احلى كمان. اتفضلوا عشان نشوف عملناها ازاي. نقول بسم الله، والوصفه بتاعتنا فلفل. في المره دي الفلفل ده حار، احنا عملنا الوصفه دي قبل كده بس كانت مع الفلفل الالوان الرومي الكبير، وزودنا عليها حاجه، كنا مزودين عليها بيض وجبنه قريش. المهم الوصفه الفلفل، زيتون مخلي، فلفل احمر رومي، وموتزاريلا. تمام، هناخد الفلفل. الفلفل ده حجم كبير، هفتح كده بالطول وهفتح قطعه صغيره اهو. الجزء دوت ممكن احطه هو كمان، ممكن استغنى عنه، ممكن استخدمه في سلطه ولا حاجه. وهطلع البذر منها بالراحه، طرف السكينه بس كده عشان تطلع البذر. هنفض بقيه البذر واغسله بالشكل ده، كلهم زي بعض. هبدا دلوقتي احشيهم. الحشوات زي ما تحبي، ممكن تحطي الاول الزيتون، تحطي الاول الفلفل، زي ما تحبي. هي بتبقى وصفه كده خفيفه، الناس اللي بتحب الحاجات السبايسي والحاجات الحرشه زي ما بنقول كده جنب الاكل، هتبقى حلوه بالنسبه لهم. لو عايزه تعملي معاها بيض، يبقى بخلط الجبنه مع بيض وبقلبها كويس، بتبقى عامله زي العجه اللي بالجبنه، وبعد كده بحشي بيها الفلفل. لكن الفلفل ده حجم صغير، لما بنعملها في الفلفل الرومي الالوان بيبقى الحجم كبير، وبتاخد براعي ان ما تكونش مليانه قوي لان البيض بيزيد جواها. بالشكل دوت بعد ما حشيناهم، هحتاج بقى زيت زيتون، وبالفرشة بس كده هلمع الفلفل من بره من الجنبين الاتنين، وهدخله الفرن. ما بياخدش وقت طويل في الفرن وهيكون جاهز، لان الجبنة يدوبك هتسيح، مش معايا حاجة محتاجة ان هي تستوي او تنضج زي البيض او كده، فما يدوبك هي الجبنة بس هتسيح والفلفل هياخد لون من بره. الفلفل لما طلع من الفرن هحطه دلوقتي في الطبق بتاع التقديم. ده شكل الطبق بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، شكله شهي وجميل جدا، ما بياخدش وقت. نوع مختلف من المقبلات، خاصة للناس اللي بتحب الاكل الحار او الحريف. ان شاء الله يعجبكم، ممكن كمان تزينيه بحبة من دبس الرمان، هيكون شكله الطف. بسم الله، ان شاء الله يعجبكم، واستنونا في وصفات تانية ونادي كل الستات. ما تستهونوش بصورة او مقطع موسيقى في الفيديوهات بتاعتكم، احذفوها، ربنا يبارك فيكم وليكم يا رب. هتشهد علينا كل حاجة يوم القيامة، ربنا يغفر لنا جميعا. قل هو الله احد 10 مرات بتبني بيت في الجنة، ما بتاخدش اكتر من دقيقتين. اللهم اغفر لابي وامي واموات المسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.